اهلا من جديد مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا لفقره ترند اليوم. في ترند حنتحدث عن مدينه الخرطوم من حيث التنوع. سعيده انه يكون معي في الحوار دكتور مبارك مقدوب الشريف، الباحث في مجال التاريخ. مرحبا بك يا دكتور، وشكرا لتلبيه الدعوه. ارحب بقناه السودانيه 24، وارحب بمقدمه البرنامج الاستاذه هيلين. شكرا، وان شاء الله اكون ضيف خفيف على المشاهدين وعلى المقدمة إن شاء الله. دكتور مبارك، خلينا في البداية نتكلم عن الخرطوم، المدينة العريقة. لمحة، ما عايزين نقول سريعة، لكن خلينا نقول لمحة مفصلة تاريخية عن الخرطوم. هي الخرطوم ممكن وصفها من المدن حديثة التكوين، بمعنى يعني ليست كدمشق التي هي عاصمة منذ 4000 سنة، ولا القاهرة عمرها أكثر من 1000 عام، ولا مدن أخرى، بغداد أسسها الخليفة المنصور. مدينة الخرطوم تقريبا عمرها لا يتعدى 200 سنة. فالمدن حديثة التكوين لا يستطيع أحد أن يدعي أنه هو الذي أنشاها أو شيدها أو الذي قام يعني ببنائها أو له وجود سكاني مكثف فيها. هي مدينة منذ اللحظات الأولى لتكوينها على زمن الأتراك قامت كمدينة تحوي جميع العناصر، جميع السكان. لكن إذا عدنا إلى التاريخ وحاولنا أن نلقي نظرة تاريخية على تاريخ مدينة الخرطوم، أولا اسمها ليس عربيا صرفا كما يتبادر إلى الذهن. يعني الناس بيقولوا الخرطوم هي تشير إلى الأنف، هي لا، هي كلمة مروية مكونة من 3 مقاطع، كلمة خا وآرتي وأوم. خا في اللغة المروية عظيم أو كبير. كلمة آرتي جزيرة، موجودة طبعا في لغات الضناجلة والمحس. وأوم رأس، فهي تعني رأس الجزيرة الكبيرة. ما هي الجزيرة الكبيرة؟ هي الجزيرة التي يحدها النيل الأزرق من ناحية الشرق والنيل الأبيض من ناحية الغرب، وتمتد جنوبا إلى تقريبا سنار. هذه كلها جزيرة، فهي اسم الخرطوم يعني بداية رأس الجزيرة الكبيرة حسب اللغة المروية، فهو اسم قديم جدا جدا. الخرطوم عندما جاء الأتراك كانت مجموعة قرى أو حلال، جمع حلة، فكان يوجد في بر حلة وفي توت حلة، وكانت في هذه المنطقة قبائل. يعني إذا رجعنا إلى 300 أو 400 سنة إلى الوراء، هي مجموعة من القبائل التي تحيط بالخرطوم. قبائل الجعليين من ناحية الشمال والغرب، الجموعية والجميعاب، وقبائل رفاعة من ناحية الجنوب. ثم جاء بعد ذلك المحس، وهناك أيضا من ناحية الشرق يوجد الشكرية والبطاحين. ثم جاء المحس في تاريخ أيضا يعني ليس بعيد عن هذه التواريخ التي ذكرتها، صار تكوين سكاني من عدة قبائل من قبائل الوسط. السلطان تيراب أيضا كان له عدة حروب مع سلطنة الفونج، ففي إحدى هذه المعارك وصل بجيوشه إلى أم درمان وعسكر لمدة عدة شهور، وحاول أن يعبر النيل المنطقة إلى شرق إلى الخرطوم الحالية، ولكن لم يتمكن من ذلك، ثم عاد ورجع. فإذا الخرطوم كانت تمثل الوسط. الوسط، لكن يا دكتور يعني في أحياء في الخرطوم إن صح القول بنسميها أحياء عريقة أو أحياء قديمة، أو حتى فيها ملامح القرية، يعني إلى الآن شكل البيوت، شكل الأبواب، شكل الشبابيك. وفي أحياء حديثة في الخرطوم، يعني قبل كم سنة ما كانت في مناطق هسه ظاهرة. إلى الآن حتى في وسط الخرطوم، مثلا لو مشينا هنا قريب لحديقة القرشي بنلقى فيها بيوت إلى الآن فيها طاقة، بتحس إنه شباك قريب للأرض. فالاستحداد ده جاء كيف، والملامح ذاتها بتاعت الخرطوم القديمة بدأت تندثر؟ هي عندما شيدها الأتراك. أول حاكم من الحكام الأتراك هو عثمان بك خليفة، جاء للخرطوم عام 1824، أعجب بالمنظر. المفترض أن تكون مدني هي العاصمة، أو شندي، هذه المدن التي رشحت لمحمد علي باشا، أما مدني أو شندي. شندي استبعدت بعد
حادثة مقتل إسماعيل باشا، يعني خلاص زي ممكن نقول بالدارج إنه نفسه انقفلت منها واشتطبوها من قائمة الأسماء. مدني كان بدو فيها في الشغل، لكن جاء وباء فماتوا كثير من الجنود، واقتنعوا الأتراك إنه هذه المنطقة لا تصلح لهم، الهواء حقها يعني غير مناسب لهم، فقرر راي على أن تكون الخرطوم هي العاصمة. فجاء عثمان بخ خليفة عام 1824 وكتب إلى محمد علي باشا، وتم الاتفاق على أن تكون الخرطوم هي العاصمة. جاء بعده ماحو بك حكم فترة بسيطة 8 شهور، وتوفي ودفن في الشجرة، حي الشجرة المعروفة الحين هو مسمى على شجرة ماحو بك. بعدها جاء المؤسس الحقيقي للخرطوم وهو خورشيد باشا، هذا حكم من عام 1826 إلى 1838. في عهده ظهرت الخرطوم كعاصمة، أول ما بدأ به السراي والجامع. دكتور، لو جينا تكلمنا عن التمازج العرقي والثقافي في مدينة الخرطوم ودوره في تقبل الآخر، قبل شوي لما رجعنا شوي بالتاريخ لقينا أنه في قبائل محددة هي اللي كانت موجودة، لكن الآن بنلقى في الخرطوم عبارة عن أشبه بعالم أو سودان مصغر. هي حتى القبائل التي ذكرتها يعني ليس لها حق الادعاء أنها هي اللي أسست الخرطوم. الخرطوم تأسست بصورة عسكرية، يعني تاريخ الخرطوم في المئة السنة الأولى تاريخ عسكري كله، أسسها الأتراك حكم عسكري، جاءت الثورة المهدية نقضوا حكم الأتراك، يعني ممكن نقول إنه كل شيء عمله الأتراك في الخرطوم هم يعني هجروه واعتبروا العاصمة هي أم درمان. جاء الإنجليز مرة أخرى عام 1800 بعد معركة كراري 1898 وأعادوا تأسيس الخرطوم وفق رؤية غربية بحتة. يعني هذا ممكن فيه إجابة على سؤالك إنه توجد منازل يعني قديمة أيوة قديمة ومنازل جديدة، لأنه اختلاف الرؤى في تأسيس الخرطوم ما بين يعني فترة الأتراك وما بين يعني ما حدث في عهد المهدية وما بين التأسيس الحديث الذي قام به الإنجليز. الإنجليز طبعا أسسوا جامعة، بدوا بكلية الطب أنشأوها عام 1903، عملوا كبر النيل الأزرق والنيل الأبيض، بنوا المستشفى، بنوا الدواوين الحكومية، أعادوا بناء السراي التركي الذي دمره السوار المهدية، أعادوا بناءه مرة أخرى، خططوا الشوارع، فبدأت الخرطوم تأخذ الطابع الغربي، بينما ظل المواطنين يعني يبنوا منازلهم على حسب الطابع القديم. يعني ممكن كمان برضو توسح في النقطة دي، إذا قارنت الخرطوم بأم درمان، أم درمان معظم الأحيال فيها مسمى أما على أشخاص أو على قبائل. يعني عندك حي الركابية، عندك العبابدة، عندك حي العرب، عندك أسماء الأشخاص، حي أبو كدوك، عندك حي البنا، عندك حي والنوباوي، أبو روف، يعني أما شخص أو قبيلة. ففرق في التكوين ما بين الخرطوم وأم درمان. الآن طبعاً أصبحت كلها هي العاصمة المثلثة، يعني التمييز بينها خصوصاً للشخص يعني خارج السودان أو الشخص غير الملم بالسودان هو كلها بنظر لها العاصمة، لكن في السودان معروف الخرطوم كيف أسست وأم درمان كيف تأسست. تمام، طيب خلينا نتكلم عن الهجرة من الريف إلى ولاية الخرطوم. هي الخرطوم بوضعها عندما أصبح يعني في العهد الإنجليزي وفيما بعده أصبحت مدينة جاذبة، بمعنى تركز رؤوس الأموال فيها، تركز الصناعات، توسطها يعني القطر، اللي جاي من الغرب بيمر فيها، من الجنوب بيمر فيها، من الشمال بيمر فيها، من الشرق، فمدينة مركز. هذا التوسط ووجود التجارة فيها جعلها مدينة جاذبة، وفي نفس الوقت حدثت مشاكل طبعا في غرب السودان، في جنوب السودان بتحصل مشاكل في الشرق، فكل الناس لما تحدث مشاكل بيحاولوا يهربوا من منطقة المشاكل إلى منطقة أكثر أمنا. فهذا يعني جعل الخرطوم تكتظ بالسكان. طب دكتور،
لو جينا نقارن ما بين الخرطوم يمكن دار حوار وتلاقي انت مش شخص يعني في المكان المفترض نتكلم عنه لانه مفترض يكون في هيئه نظافه ولايه الخرطوم او محليه الخرطوم. الخرطوم ما بين الامس وما بين اليوم لما نشوف صور الخرطوم في الستينات او السبعينات بنلمح انه الخرطوم بالرغم من بساطه البنى وقتها كان حديث، لكن بنحس ان الخرطوم زمان كانت اجمل وانظف. حاليا الخرطوم مكتظه بالسكان وفيها كثير من المشاكل البيئيه، فمع الأسف يعني ليه إحنا عايشين في صورة إنه الماضي أجمل عندنا في السودان؟ والله هذه كارثة يعني، لا لأنه السودانيين بيعيشوا في 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 دول أخرى وبيبدعوا وبينتجوا يعني إلى حد كبير بيثبتوا وجودهم مع الجنسيات الأخرى. يعني إذا دخلت في أي مجال من المجالات وفيه سودانيين وجنسيات أخرى بتلقيهم إنهم مميزين يعني ولله الحمد. لكن ليه في بلدنا ما نكون مميزين؟ يعني ده سؤال صعب. فكما ذكرتي في مقولة يعني لا أدري ما هي صحتها، لكن على أي حال من الأفضل إيرادها، إنه الشيخ زايد رحمه الله جاء الخرطوم مرة يستعين بكوادر سودانية منهم مهندسين يعني ومنهم كمال حمزة، وقال يعني لهؤلاء المهندسين أريد أن تكون دبي مثل الخرطوم. أبو ظبي بالتحديد العاصمة أبو ظبي. أبو ظبي آسف يعني أبو ظبي مثل الخرطوم. فكانت الخرطوم لها رونق. لماذا؟ يعني إيه السبب اللي خلى الصورة تختل؟ يعني السبب الرئيسي إنه عندما خططها الإنجليز مثلا خططت على سعة معينة وعلى على كثافة سكانية معينة إلى فترة محددة، وصممت البنية التحتية على هذا الأساس. فخرطوم الخمسينات والستينات وإلى حد ما إلى السبعينات كانت بلد يعني تضاهي. أنا أذكر مرة قريت للدكتور إحسان عباس وهو كان أستاذ بجامعة الخرطوم إنه هو فلسطيني موجود ودرس في جامعة الخرطوم وزامل الدكتور عبد الله الطيب، ففي واحد من كتبه بيقول إنه الأسرة حقته كان موجودة في الخرطوم ومبسوطين جدا جدا ومرتاحين، وبعدين قاموا نقلوه إلى بيروت، نقل إلى بيروت. فهناك قال الأسرة نفسها اتضايقة جدا من بيروت وبيحنوا إلى وقتهم اللي كانوا فيه في الخرطوم، وبيروت بالنسبة للخرطوم في ذلك الوقت كان تبدو أشبه بقرية. فقال يعني تقبلوا بصعوبة بالغة وجودهم في بيروت. يا ليت الزمان يعود يا أيوة يعني. طيب شنو من المعالم دكتور الجميلة والمميزة لمدينة الخرطوم اللي حاليا تغيرت أو أصبح لا وجود لها إذا بتذكر؟ والله هي كثير من المعالم راحت يعني. طبعا كان زمان شارع الجمهورية واحد كان من المعالم البارزة في الخرطوم. كانت الخرطوم تسخر بالأندية الثقافية يعني، وكل مجموعة عندها نادي الناضي القبطي، النادي السوري، نادي الشلة، نادي الأساتذة، مجموعة من الأندية كانت نادي الخريجين. نادي الخريجين بالذات يعني قام بدور كبير جدا في تهيئة الحركة الوطنية ونيل السودان لاستقلاله. فكل الأندية هذه كانت تشكل وعي وفيها تمازج بين مجموعات سكانية مختلفة. يعني بتلقى جميع الأطياف الموجودة في السودان موجودة في الخرطوم، حتى الأجانب موجودين كانوا يعني بيعيشوا في جو أقرب إلى ما هو موجود في بلادهم. تمام. طيب إحنا يعني عايزين ندعم التعايش السلمي، طالما في مجموعة من الأشخاص رحلوا من الريف للخرطوم، الخرطوم بقت مكتظة بالسكان، أصبح في مجموعة من القبائل وفي تمازج عرقي وثقافي في الخرطوم، فكيف إحنا ممكن نشكل وحدة في إن إحنا ندعم التعايش السلمي ما بين السكان؟ هو لحسن الحظ كما قلنا الخرطوم مدينة حديثة التكوين. يعني حتى لما قارناه بمدرمان، ومدرمان بتوجد فيها بعض الأحياء مثلا مختصة بقبائل معينة، ولو أنه الآن يعني حتى مثلا حي الضناقلة ما حتلقى في مدرمان ما حتلقى فيه ضناقلة يعني صرف، يعني الحي صار فيه التمازج المطلوب. لكن الخرطوم لحسن الحظ ما فيها أحياء مخصصة لمجموعات سكانية، يعني كل لو راجحت التسميات حقت أحياء الخرطوم كلها تسميات يعني مربوطة بأشياء أبعد ما تكون عن التسميات القبلية أو التسميات الفردية. دعم التعايش السلمي
التعايش السلمي موجود إلى حد كبير. يعني الخرطوم يمكن ما حصل فيها حادثة عنف يعني مميزة أو يشار إليها بالبنان بمجموعات عرقية إلا حادثة مقتل جون قرنك عام 2006 2 أغسطس 2006. فهذه يمكن الحادثة الوحيدة اللي حدثت فيها اشتباك عرقي بين مجموعات مختلفة، لكن تاريخ الخرطوم كله إلى الآن يخلو من هذه الحوادث العرقية. يعني دائما بتكون الاشتباكات سياسية، مجموعات يعني حزبية أو أشياء من هالقبيل يعني. تمام. هو قد يكون الملابسات في شنو يا دكتور؟ يعني من سكان المنطقة الأصليين دائما في أي حتة بالذات الأحياء العريقة جدا لما نيجي زول غريب دائما يحسسني أنت غريب ولك إحنا أولاد المنطقة، فشو ممكن تكون أسباب التنافر أو عدم الاعتراف بالغير؟ كله سكان يعني أصليين للمنطقة أو أقدم ناس في الحلة بيفتكروا أن الحتة دي حقتهم والناس جو من برا ويمتلكوا أراضيهم. بنلاحظ الحياة دي في بعض الأحياء سواء كان في ولاية الخرطوم بالتحديد أو حتى في المناطق الطرفية لها. هي ما يعني أنا معلش أختلف معك في النقطة دي إنه مسألة في ناس يرفض وجود الآخر، يعني ما أعتقد. يعني كل الأحياء بتجي تلقي فيها الناس يعني من جميع قبائل السودان، ما في واحد رفضوه يعني نسبة لقبيلته أو قالوا له ما تسكن في المنطقة الفلانية لوجود يعني عنصر عرقي. يعني ممكن يرفض شخص ما لسلوكه، لكن مثلا لدينه أو لعرقه ما أعتقد في الخرطوم موجودة. يعني ما حصل زي ما كلمتك أو زي ما يعني تحدثت إنه المشكلة الوحيدة العرقية التي حدثت لي بسبب ظروف معينة، ملابسات معينة بين مجموعات عندها علاقة بالسياسة. أيوة. في 2006. نعم. إحنا والله سعدنا بك جدا دكتور مبارك مقدوب. قبل ما نودعك أي كلمة أخيرة أنت حابة أو أي رسالة حابة توصلها عبر برنامج 24 قرات؟ والله الرسالة اللي برسلها إلى المسؤولين عن الخرطوم، يعني حرام إن الخرطوم تكون بهذه الصورة خصوصا في موسم الأمطار. يعني منظر لا يسر يعني بكل. فأتمنى إنه لو خصصت إمكانيات أو موارد أكثر لتنظيف العاصمة وجعلها في المكان اللائق بها كعاصمة عربية أو كعاصمة أفريقية أو كعاصمة يعني نقدمها لزوار آخرين وبيجون ناس من برا وبيجون ناس ضيوف أجانب. يعني المنظر بكل صراحة لا يسر. شكرا جزيلا لك دكتور مبارك مقدوب الشريف الباحث في مجال التاريخ. شكرا جزيلا. أشكرك وفرصة طيبة جدا. شكرا جزيلا.